طبعا باش تبقى لكن تعرفوا ان المذيع فاشل النهارده. ده اول حوار بقى مع باتشيكو بعد فشله في الكاس وفشله في افريقيا. من المفترض امسك واقطع اللي جابوه ماتش، مش عارف يقول لك ايه كان يجب على الاتحاد، بيقول لك ايه كورونا اثرت علينا وكان يجب على اتحاد الكره ان يساعدنا. طب يساعدك ازاي يعني؟ يساعدك ازاي؟ واخد بالك انت؟ يساعدك ازاي يعني؟ عايز افهم. يساعدك انت اللي كاتب في عقدك انك انت غير مسؤول عن كذا وكذا وكذا، يساعدك ازاي يعني؟ دي تمرينات نادي الزمالك النهارده اهو، راجل بيقول لك هذا الملعب من اسوأ الملاعب في مصر اهو. طبعا هو اصلا الملعب لما اتعمل يا لهوي، وجايين جاي يكلموني يقولوا لي الكابتن احمد عبد الحليم والكابتن كان مش عارف مين والكابتن مين. كنتوا فين لما اتشالت مدرجات حلمي زاموره؟ عمكم واستاذكم وكبيركم المحترم كنتوا فين؟ انا اشكركم تروحوا تشتموني ليه؟ الدنيا اتقلبت ليه؟ مين انتوا يعني عشان تعملوا كده؟ ده احنا ما شفناش راجل فيكم في المعركه، ولا شفناك راجل فيكم. خلي بالك ولا انا واصي على الزمالك ولا ليا دعوه بالزمالك، لكن انا ما بمنش على حد، بس برضه لما الناس تتكلم لازم تعرف حدودها ايه. نشكر حد يروح يشتمنا؟ انا ما كفتش كده في الدنيا، ده الواحد يقطع لسانه لو جاب اساميكم تاني يعني. والله العظيم ما اهو شوف الملعب، فهمش راجل نطق وهو بيتجرف، وهو بيتجرف في الملعب بيجرفوه، وتتشال منه المدرجات اللي صنعت تاريخ مصر وتاريخ الرياضة. بص محمود علاء في التمرين اهو، او علشان بس يقول لك ما جبت صور الاهلي وما جبت صور الزمالك، حازم امام، لان احنا بدينا نتعاون مع المنظومه الاعلاميه وبناخد الصور دي نقلا عن الموقع الرسمي لنادي الزمالك اهو زي ما انتم شايفين، لان ما كناش بنتعامل خالص مع ايام المعزول يعني. شيكابالا في التمرين، طارق حامد اهو. تمرين الزمالك كان كله جديه النهارده، عواد دي لقطات من تمرين الزمالك النهارده. ده عمل زي اللي عارف انه هيموت بعد سنه، فقعد ياخد قروض بالهبل ويصرف ببذخ على امل انه مش هيعيش لوقت تسديد الديون. ربنا رب فجاه ربنا خففه وعاش على طول، فهيقضيهم في السجن. والله حلو،